إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة. أنت الأصيلة يا مصر وكلنا عارفين، أنت الأصيلة يا مصر وكلنا شاهدين. ترابك عز أجيالك وشمسك عالية في سحابك. تغيب الدنيا لو غبتي يا مصر جميلة بشبابك. مصر جميلة، مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. مصر جميلة. انتصار غريب. الأستاذة نجوى عبد الظاهر الباحثة في الآثار المصرية، يمكن كتير من الألفاظ اللي احنا بنقولها في حياتنا الدارجة ناس ما تعرفش ان هي مصري قديم، لغة مصرية قديمة. صح، واحنا تاريخ اللغات ما نقدرش ننكر ان فيه تداخل، يعني ما هنلاقيش لغة صافية بيور، ما هنلاقيش لغة قديمة انقرضت تماما، بنلاقي اللغات جت وخلطت على بعضها واخدت من بعض، يعني تبدت المعلومات. واحنا في مصريين لسه كتير جدا مصطلحات من اللغة المصرية القديمة مكتبسينها، هنلاقيها بالاكتر عند اهل الصعيد، لان اهل الصعيد هم عندهم شوية من الحفاظ على العادات والتقاليد وما تفتحوش قوي زي المناطق المفتوحة او القاهرة الكبرى، وبرضو زي مناطق الفلاحين. هنلاقي كلمات لسه دارجة في لغتنا اليومية، وحتى احنا ما زلنا بنستخدمها، ممكن لاقينها هنا عند اهل القاهره اللي هم اساسا برضو جايين من اقاليم. هنلاقي كلمه زي كلمه الديني. الديني، الديني حاجه، اعطيني، اعطيني. احنا في اللغه العربيه ما فيش مفرد حاجه اسمها الديني، فهي لغه مصريه قديمه. يمكن من فعل دي يعني يعطي. بالضبط، وهي صيغه حتى موجوده كتير جدا على المقابر دي، يعني اعطيني حاجه، فهي الديني في اللغه العربيه من دي، في اللغه الهيروغليفيه القديمه. كمان كلمه كركر، كركر على نفسه من الضحك، يعني ضحك بصوت، اضحك كركر اوعى تكش. فما فيش حاجه اسمها كركر في اللغه العربيه، هي كلمه مصريه قديمه. كمان لما بنقول للطفل بح، يعني الحاجه خلاص خلصت وانتهت، مش موجود منها، مش موجوده في اللغه العربيه. كلمه ست، ست البيت وست الدار والكلام ده كله، هي نفسها كده، هي نفسها اللي هي سيده، وده معناها ان هي ست الحاجه، يعني هي رئيسه الحاجه او مكانه الحاجه. كمان كلمه خم واحد، ده يعني معنى كده ان اللي قدامي ده جاهل، خمه يعني ضحك عليه من كتر جهله، من ان هو مش عارف يدرك الحاجه. لحد دلوقتي في الصعيد يقولوا للكلب جر جر. جر يعني اسكت، اسكت. نفس اتحولت لجر يعني امشي، يعني اسكت او امشي او ابعد بعيد، ما تعملش الحاجه دي. كمان في كلمه مقهور، اللي هي لما اقول هي من كلمه مقهور، مقهور وهي معناها حزين. عارفه لما اقول لحد انا مقهور قوي، انا حزين قوي، لما نقول على واحد مدب، شخص ده مدب اللي هو بيخبط الكلام خبط كده، بس هو معناها شخص كثير العثرات، يعني بيقع كتير، بيقول كلام غلط كتير. اجيب لك بعبع، اوعى البعبع، وتقول الطفل نونو. تاني كل الكلمات دي مش لغه عربيه، لغة عربية. حتى كلمه مش اللي احنا بنقولها دلوقتي، ما عندناش اداه نفي في اللغه العربيه اسمها مش، هي برضو موجوده في اللغه مش العربية. بعمل، مش بقول، مش بالضبط. لكن في اللغه العربيه لن افعل، لن اقول. الكلمات اللي مستقبل، هكتب، هروح، فهي بتختلف، في ناس بتقول ح وه. الأستاذة نجوى عبد الظاهر الباحثة في الآثار المصرية، الأسامي بقى، أسامي العالم، يعني نجوى وانتصار طبعا وسيد إبراهيم. في أسماء طبعا عربية صرف، وفي أسماء متاخدة من أصول مصرية هيروغليفية. هنلاقي كلمة بخوم، وبنلاقيها كتير جدا عند الأخوة الأقباط، الأنبا بخوم، وبخوم هي عند الأقباط المسيحيين، الأقباط المسيحيين عشان يبتي يعني مصري. فعندنا بخوم جاء من الكلمة المصرية بحور، يعني روح الإله حورس. هي طبعا في تغيرات حصلت من القبطية لليونانية، لأن في استعارة في الحروف، وكمان من اللغة القبطية للغة اليونانية. بالضبط، فبقت من بحور يعني روح الإله حورس، بقت بخوم. كمان عندنا كلمة اسم مش كلمة، اسم بيومي، ودي معناها اللي هو منتسب إلى النيل أو إلى البحر، ودي هنعرفها من أسماء المدن. احنا عندنا مدينة الفيوم، الأصل بتاعها القديم با يم، معناها البحر الكبير أو البحر. وفي ناس بتسمي رمسيس ومينا نفس يا رمسيس دي معناها رع مس في الهيروغليفية القديمة، ورع يعني شمس، ومس اللي هي معناها المولود، فمعناها هو مولود الشمس. وفي عندنا مولود الاله رع، وفي تحت مس. احنا طبعا بننطق الاسماء بالطريقه الاجنبيه، بس هي النطق الحقيقي تحت ومس. تحت يعني الاله تحت، وفي مس اللي هو مولود. انا ليا واحد من اصدقائي
يعني مسمي ابنه أحمس. وفي برضو إيحمس، هي من إيحمس المصرية القديمة اللي هو أحمس، اللي هي أحمس ومعناها مولود القمر، وكلمة مس أساسا هي فاعل معناها يولد، وبدليل كده نلاقي سيدنا موسى موسي اللي هي معناها المولود، فهي جاية ومشتقة من اللغة المصرية القديمة. أنت الأصيلة يا مصر وكلنا عارفين، أنت الأصيلة يا مصر وكلنا شاهدين، ترابك عز أجيالك وشمسك عالية في سحابك، تغيب الدنيا لو غبتي يا مصر جميلة بشبابك، مصر جميلة مصر جميلة خليك فاكر مصر جميلة، مصر جميلة مصر جميلة، انتصار غريب مصر جميلة.